جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. عاون ذبحوه نفهم برشا عائلته كيف يقولوا نحبوا التنفيذ، اما اللي ما نفهموش انا هو المواطنين العاديين والحقوقيين اللي معاه عقوبة الإعدام. خاطر احنا كي تبدا انت، لانك انت مش في بلاصتهم مدام، لانك انت عمره ما تذبح لك حد في جريمه نكره، والله وجابوا لك راس ولدك لا قدر اللطف عليك. صدقني في ساشي، صدقني دايف في الفريجيدير تاع دارك. حمل همامي الناس الكل تعرف اللي هو اكثر واحد مهدد بالارهاب، ومع ذلك نقول الارهابي لا يعذب والارهابي لا يعدم. معناتها لا قدر الله واسمح لي في الاول، لو انه ما يجيش وما يجوز، ما نستبقوا الاحداث لا قدر الله، وان شاء الله ما يصيرش، ومش استباق للاحداث ولكن هكا توقعات فرضيات. لو كان ارهابي يقتل حمال همامي، انت تتجاوز على عقوبه حق الاعدام في حق الارهابي هذا؟ انا دائما ضد عقوبه الاعدام مهما كان الشخص اللي، مهما كان. واضح موقف هذا، مبدا موقف مقتنعة به اقتناع كبير برشا، كما مقتنعة اللي التعذيب لا مهما كانت الجريمة ومهما كان الشخص. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.